حابة أرجع أتكلم عن هذه الأمبولات اللي حق الشعر. أوكي، أنا استخدمتها طبعاً اليوم عندي هذه الخامسة. هو طريقتها إنك تستخدم كل يوم أمبولة بيضة، بعدين أمبولة صفرة، بعدين أمبولة بيضة، بعدين صفرة، بعدين بيضة، بعدين توقف 5 أيام، قصدي يومين. أوكي، بعد 5 أيام استعمال بعدها ترجع تكمل آخر واحدة. وقفت عند شنو؟ عند الصفرة، تأخذ البيضة كذي. جماعة والله ما أكذب عليكم، استخدمتها حين 4 أمبولات، أقسم بالله طلع لي بيبي هير بشكل فظيع، يعني ما كنت مصدقة. بس الصراحة لا والله بستمر عليها لأن فيها فايدة كبيرة واستفادة، وأنا استفدت منها وايد. تقدرون تكتبون اسم الأمبولات في أي في جوجل، وتكتبون مثلا للبيع بالكويت بالسعودية، ماشي تطلع لكم الأماكن اللي تبيعها. قيمتها حوالي بالكويت قولوا تقريبا 80 دينار، وايد عجيبين صراحة. أقول لكم شيء، يستاهلون يعني. هذه لمدة شهر، يعني تخيلوا أنا الحين اليوم داش على يوم 5 وطلع لي بيبي هير، زين لما أكمل الشهر شو راح يصير؟ صراحة شيء جبار صدق، لما يقولون ماخذ براءة اختراع يستاهل. حبيت أنصحكم فيه، راح تدعوا لي.